ودلوقتي بقى هنروح لموضوع تاني وهو مهم جدا طبعا بمناسبة دخول فصل الشتاء، وكل الناس بقى ابتدت يجي لها نزلات البرد، والعيال الصغيرين احنا خايفين عليهم من اي نزلات برد. في وجهات نظر من بعض الاطباء في مسألة جهاز النيبولايزر. ناس كتير قوي طبعا ما عندهاش دراية بيه، اعتقد ما فيش ام ممكن تكون مش عارفة الجهاز ده او ما شافتوش في اي مستشفى او مركز من المراكز، بس ناس كتير ممكن ما يكونوش عارفين اسمه. في دكاترة بقى بيقولوا ان ممكن الجهاز ده اي ام تشتريه في البيت وتستخدمه او تسعف بيه ابنها لما يكون عنده ضيق تنفس زي اي حاجة من الاسعافات الاولية. وفي بعض الاطباء تاني بتقول لا، ده لازم يكون في دكتور او استشاري او اخصائي هو اللي يعمل جائزة النيبولايزر دي. كلام كتير جدا عن الجهاز ده هنعرفها دلوقتي مع ضيفي اللي على التليفون، دكتور يوسف سعد، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة. الو، اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام يا فندم. يمكن ناس كتير ما عندهاش درايه بجهاز النيبولايزر، وفي بعض الامهات كمان بتشتري الجهاز ده. عايز اعرف من حضرتك وتوضح لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده ايه جهاز النيبولايزر، وهل ممكن نستخدمه في اي بيت عادي ولا لازم نروح المستشفى؟ تمام. جهاز النيبولايزر ده احنا بنسميه جهاز البخار او جهاز الرذاذ، وكلمة الرذاذ هي كلمة عضاق، لأنه بيطلع بنحط فيه الدواء بيطلع رذاذ الدواء ده، ويحول المادة السامة إلى بخار بيخش رئتين وبيصل. ميزة الجهاز بتاع النيبولايزر أنه بيصل للشعب الضيقة خالص، فبيدي نتيجة سريعة في ساعتها على طول. الطفل اللي كان في حالة ضيق في التنفس، الطفل اللي كان مش عارف ياكل، الطفل الرضيع اللي ما كانش قادر يرضع، الطفل اللي عنده نهجان، الطفل اللي كان عنده حالة هيجان، كل ده بيهدى في خلال الجلسة اللي بتاخد من حوالي 10 ل 15 دقيقة. فجهاز النيبولايزر ده جهاز مهم جدا للأطفال اللي عندها تاريخ مرضي من الحساسية الصدرية أو ضيق في الشعب. تمام. طب دكتور، هل الجهاز الموجود في المستشفيات ممكن يسبب كوارث أو يزود أعراض المرض التنفسي ده عند الأطفال؟ حلو جدا السؤال بتاع حضرتك. جهاز النيبولايزر جهاز آمن تماما، كله فوائد، ان هو بيدي نتيجة سريعة، سهل الاستعمال. في الأطفال اللي أقل من 4 سنين بيبقى صعب جدا استعمال البخاخات، لأن البخاخة لها طريقة في الاستعمال، لها جهاز اسمه سبيسر بتتحط فيه، لها طرق ولازم الطفل يكون واعي بيها ونعلمه. لكن جهاز النيبولايزر أسهل في الاستعمال وممكن نستعمله من دي ون. الجهاز آمن تماما، ليس له أي أعراض. كل مشاكله ان هو بيبقى تقيل في شيله، ان احنا ما بقدرش اتحرك بيه، وان كان في دلوقتي بعض الاجهزه بس بتبقى ضعيفه شويه للاستعمال الخارجي، بتبقى محموله ممكن استعملها. لكن جهاز النيبولايزر جهاز امن تماما، ملوش اي اعراض جانبيه، بل بالعكس ده خلاني اتجنب الاعراض الجانبيه للماده الكيميائيه اللي كنت بستعملها في توسيع الشعب لما باخدها عن طريق البلع. الأدوية دي اللي احنا بنحطها في الأجهزة كنا زمان بنستعملها على هيئة دواء شراب للأطفال أو حبوب للبالغين. طب جهاز المحمول ده يا دكتور ممكن يكون متواجد عندي في البيت؟ نفس النيبولايزر، مش المحمول، ان الجهاز العادي النيبولايزر يبقى في البيت. لو الطبيب شايف ان الطفل ده بتجيله أزمات ربوية وضيق في الشعب، لا بيبقى لازم الجهاز عندك في البيت علشان يبقى اسعاف للطوارئ لو حصلت اي مشكله في وقت خصوصا في وقت ده بيبقى فيه حساسيه كتير، وناس كتير عندها حساسيه مزمنه الصبح بدري معرفش ايه، تقدري تستعملي الجهاز طبعا لانه بيدي نتيجه سريعه. والجهاز ده من ضمن مزايا انه خلانا نتجنب استعمال الادويه عن طريق الفم. انت طبعا لما يكون عند طفل عنده ضيق في الشعب، يعني عمال ينهك مش عارف ياخد نفسه مش عارف ياكل مش عارف يجري مش عارف يلعب مش عارف يرضع، لما بتديله الدواء بالشرب بياخد حوالي من نص ساعة لتلات اربع ساعة عشان يجيب تأثير. في جهاز النيبولايزر بيدي التأثير فورا، في خلال 5 دقايق يبتدي تظهر النتيجة. فده ده ميزة مهمة جدا لجهاز النيبولايزر. طيب دكتور يوسف، خليني أسأل حضرتك ويعني أنا عندي سؤالين. أول سؤال، أنا من عمر كام ممكن أستخدم الجهاز ده لابني أو بنتي؟ من دي وان لو انا محتاج. من دي وان يعني من يوم؟ بس من فضلكم بارشاد الطبيب، لازم الطبيب المختص طيب يشوف ان هذا الطفل محتاج او مش محتاج. طيب ده سؤال. السؤال الثاني، لو انا معيش فلوس ان انا اجيبه، ايه البديل؟ اعمل ايه؟ اولا جهاز النيبولايزر ما هوش غالي قوي، وفي برامج في مصر الحمد لله بتشجعك على انك تشتري جهاز النيبولايزر بتخفيض يصل ل50%. نمرة 2، جهاز النيبولايزر متوفر في جميع المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية، وبيقدم هذه الخدمة بالمجان بعد كمان استشارة الطبيب. يعني في طبيب بيكشف على ابن حضرتك او بنت حضرتك او السادة المشاهدين طبعا،
بيكشف هو اللي يحدد هل محتاج ولا لا، وبيقدم هذا الجهاز وبيقدم هذه الخدمة بالمجان تماما. الدولة بتوفر هذا الأمر بالمجان تماما. هي. طب دكتور خلينا كده نستغل وجود حضرتك معانا النهاردة، وبما ان حضرتك دكتور أطفال عايزينك تدي كده نصيحة للأمهات بما اننا داخلين على فصل الشتاء وطبعا الفيروسات والإنفلونزا بتنتشر، فقولوا كده نصيحة للأمهات. طبعا احنا في الفترة دي طبعا دخول المدارس وتغير في الجو ومن حر لبرد، طبعا دي الفترة اللي بتظهر فيها نزلات البرد وبتظهر فيها ادوار الحساسية للاطفال. الاطفال اللي عندهم حساسية بيبقوا اكثر عرضة، كلمة حساس يعني اكثر عرضة، مع شوية برد من زميله في المدرسة او زميلته بيجيله برد. البرد بيجي 3-4 ايام على هي شوية تكسير خفيف، شوية رشح خفيف، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. الاطفال اللي عندهم حساسية صدرية لا، بيجي على هيئة بقى كحة مستمرة وسعال وضيق في الشعب، نهجان، تزييئة في الصدر، ممكن الأم بشطارتها تسمع التزييئة في الصدر. دي مشكلة الحساسية في الأطفال، وطبعا بتيجي في الأطفال الأكثر يعني الأصغر دايما الصغيرين. مع الوقت الحساسية ممكن تتصلح لأن الرئتين بتكبر في الحجم والأكسجين فيها بيزيد، فنفس الأكسجين ده بيبقى مقاوم للبكتيريا فبيقلل فرص حدوث ادوار الحساسيه. مهم جدا كل ام واب بيسمعونا، الحساسيه ديت بيبقى لها اسباب، اسباب وراثيه، قد يكون احد الوالدين عنده حساسيه انفيه او صدريه فدي بتتنقل للاولاد. نمره 2 وده اللي انا احب اتكلم عليه، التلوث البيئي. مهم جدا الاطفال اللي عندهم نزلات برد او حساسيه صدريه البيت يكون خالي من التراب، يكون خالي من التدخين تماما، ممنوع التدخين في البيوت اللي فيها اطفال نهائيا. طبعا دي من حاجات طبعا الممنوعه. طيب دكتور يوسف سعد اتفضلي، بشكرك جدا طبعا على كل المعلومات القيمه اللي حضرتك النهارده اديتها لكل الامهات وكل الساده المشاهدين، وان شاء الله قريبا تنورنا في هواهن. يعني فصل الشتاء مليان مشاكل. طبعا شكرا جزيلا يا دكتور.